هو اللي علمني وقفه في الشغل، وكنت بنزل معاه وعروسه دي تفارين دهب. بعد كده اتجوزت نصاب، بعدين لقيت بقى بقعد معاه في المحل، فعجبني الشغل، فلقيت نفسي بشد للمهنه فحبيتها، فطلبت منه بقى ان انا ادير المحل واشتغل يعني صابون وخدمة حد تاني. طالما ما حبيتش مهنتك ما فيش اي فكره، وبعدين مش صعبه. الجزارين بتوع زمان هم كانوا صعبين. يعني انا اول حاجه شدتني توجيب اللحم، بعد كده تفصيله، بعد كده دخلت بقى في حكايه ايه، حبيت انا يعني اذبح حوري يعني خروف يعني، فدخلت في رقم ماشي. لقيت نفسي دخلت في اي حاجه عايزه اعملها في التجاره، لقيت نفسي يعني بنجح فيها. بشوف جوزي بقى وهو بيشتغل وانا قاعده كده، فببص لقيت نفسي بقى لوحدي، اتعلمت لوحدي، ما فيش حاجه صعبه. وبعدين كل حاجه بس الستات بتعملها، في بقى ستات بتبعت ازواجهم، لا مرام هي اللي تقطع لك، اشتري منها هي يعني. خلاص يعني حبوني وحبوا ان انا اقطع لهم، حبوا التوجيب بتاعي اصلا. ما هو بقى الشغل والبيت طبعا، انا علمتهم في مدارس لغات، وجت جبت لهم مدرسين طبعا، فكانت جدتهم قاعده معاهم الفتره ديت، فخدت معايا جزء يعني قعدت معايا 9 سنين اللي هو كانوا لسه صغيرين وانا كنت لسه في اول المهنه، فساعدتني برضه. وتربيت مع واحده خواجايه ما كانتش بتخلف، فخدتني فربتني، فكانت هي بقى عايقه جدا ومهتميه بنفسها، فانا لقيت نفسي بقى من صغري وانا ببص لها، وتعلمت منها يعني العياقه والنظافه والشياكه وكل حاجه. كل اسبوعين اروح الكوافير مثلا، ويعني شيء لازم ده اساسي عندي، وبرده في شغلتي ولبسي عادي، بس بقى لبس الناس اللي هي زي ما انت شايفه الستايل بتاعي.